هذا سائل يقول: هل العقيدة ومسائل أصول الدين ومسائل الإيمان هل تؤخذ بالتقليد أو يأخذها المتعلم وطالب العلم والعامي من الأدلة من الكتاب والسنة؟ هذا يختلف باختلاف الناس استطاعتهم. فالعالم لا يجوز له التقليد، العالم لا يجوز له التقليد، والمتعلم يتحرى الدليل، يتحرى الدليل ويتبع من معه الدليل، والعامي هذا ما يحسن الدليل ولا يعرف الاستدلال، فعليه أن يقلد أهل الحق ويقلد أهل الخير ويكون معهم حكمه. الناس يختلفون. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.